دائما. صحيح. وكمان من ضمن إنجازات المرأة السعودية تحديدا ريم الرويسان تحصل على جائزة المجلس العالمي للتعاون والحضارات والثقافات في الاتحاد الأوروبي كأول سعودية وعربية تحظى بتكريم الريادة العالمي. أنا جدا فخورة بريما، ريما صديقة، فألف مبروك مني أنا شخصيا. خلينا كمان ناخذها معنا عبر الهاتف الأستاذة ريما الرويسان، حياك الله. ألو، أهلا أستاذة ريما. في البداية خليني أقول لك ألف مبروك، وأبغى أعرف وش هو شعورك لما أخذتي هذه الجائزة وأنت أول سعودية وعربية تحصل على وسام وتاج الريادة العالمي. والله أنا كلي فخر وكلي فخر بالمرأة السعودية. أولا أحب أهدي هذه الجائزة لكل مرأة سعودية ناجحة. أشرف على النجاح. جميل جميل. ريما، كيف تم ترشيحك وإيش هي الثلاث أوسمة اللي حصلت عليها؟ هو ثلاث تكريمات. التكريم الأول هو على مستوى الفعاليات. اللي أنجزتها في مجال الحضارات والثقافة. ثلاث المهرجان كان في ثقافة الشرق والغرب. الثقافات والحضارات كل حدا فيها. لذلك أنا استحققت درع الإنجاز من الدرجة الأولى. التكريم الثاني هو تاج الريادة العالمي مع شهادة. وهذا التكريم كان لإصراري ونجاحي في تعدي العقبات التي واجهتني في التنفيذ. الأخير هذا لا يعطى في الأصل إلا لذوي الإنجازات الرفيعة، ومنهم الأمير سلطان بن عبد العزيز الله يرحمه، الشيخ محمد بن زايد ولي عهد الإمارات وبلقيس. فأنا فخورة كثير. نعم. طيب أستاذة ريما، عرفينا أكثر من هي ريما الرويسان وإيش قصة ملهمة الشرق والغرب؟ ريما الرويسان شابة سعودية محبة للتاريخ والحضارات والفن والتراث العالمي، كاتبة ناشطة السلام، صاحبة مبادرات كبيرة واجتماعية، مرشحت الكثير من المناصب الريادية، حصلت على كثير من الدروع والألسنة، شاركت في كثير من المهرجانات الوطنية اجتماعية وخيرية. جميل. يعني اسمحي لي أقول لك سمو الأميرة ريما، أنت ليش تحبي طبعا قابلت قبل كذا في معرض ملهمة الشرق والغرب، وفضلتي أنه إحنا ناديكي قبل ما نقول ريما الرويسان بملهمة الشرق والغرب فقط. أقدر أعرف لو سمحتي ليش؟ من هذيك المرة ترى يعني عالقة في راسي. يعني أنا أحس أنه فيني طاقة إنسان، فيني طاقة إبداع. نعم. وإن شاء الله بإذن الله راح تشوفونها في أكبر مهرجان عالمي. هو في نسخته الأولى بإذن الله راح يكون بالرياض. وهذا يعني دعوة لكل مرأة سعودية عندها إبداع أيا كان في الطب، في التكنولوجيا، في الرياضيات، أنا أدعوهم للمهرجان باختلاف التخصصات. باختلاف التخصصات. أكيد ملهمة الشرق والغرب السيدة ريما الرويسان، كلنا فخورين فيك ومن أهل الأحسن بإذن الله. مشاهدينا لا تروحوا بعيد، فاصل ورجع لكم من جديد.